الماء تكون رئيسي، الماء تمشي ديريكتمون للثروات الباطنيه اللي تنهب فيها فرنسا. انا نتصور لو كان ما جاتش فما سرقه في البلاد وما فماش دي كونترا مصحه من عهد بورقيبه اللي فرنسا تتمتع في الثروات الباطنيه نتاع تونس وتاخذ في 5%، معناها كان جات فما مصداقيه وما فماش سرقه. اقل مواطن بسيط راهو بداره ملك، راهو يخدم في شركه ولا موظف، معناها مش بطال، وراهو اقل شيء راهو كرهب. احنا قداش اخي 10 ولا 12 مليون ماناش حكايه فارغه، معناها ماناش برشا. احنا نحبوا تو الرئيس ديريكتومون يمشي للمساله هذه هي الاولى. بعد هك اللي يسرقوا واللي ينهبوا وكل اللوبيات نتاع الفساد اللي تخدم لفرنسا وتخدم لفلان وزايد وعمر وتخدم للسعوديه وتخدم الامارات، هذوكم تو بشوي بشوي يضمحلوا. المهم نحبوا رئيس حكومه يمشي ديريكتومون اللي تونس اشتملك بالنسبه للغاز، الفوسفات، الملح. عندنا ثروات راهو ما شاء الله. لو كان يجيب الحق رئيس وينحي يمشي للامور هذه، بقدره الله البلاد كلها تولي في خير.